ما في شك انه بنك البلاد خلال الفتره الماضيه شهد نمو في الميزانيه وفي اعمال البنك بصفه عامه. هذا يتطلب تدعيم طبعا قدره البنك وكفايه راس المال على اساس التوسع في انشطه البنك ان شاء الله خلال الفتره القريبه يعني. بس تعرف الان فتره رمضان والاعياد، فان شاء الله بعد العيد ان شاء الله.